لي باند اوريجينال دو جده تكون مسبعاد نتاع لي مونبر بدا المسيره ديالو في 2010 ان بالماريس ديال اربعه ديال لي تيتر اخرهم مير بري بوبليك ديال طنجاز اللي غادي يكونوا في هذا العام 2017 غادي يمثل المغرب في الكولاتي في الكامرون في اكتوبر كوا دوتر سوا فالا كيفاش جات ليدي باش تكريو الجروب ليدي باش نكريو الجروب اون فيريتي حنا صحاب ولاد الحومه وولاد ولاد بزاف ديال الجمعيات مي متفرقين جمعيات ديال الغرناطي من كنجيو نشوفوا الجروب كنلقاو باللي انا ولد جمعيه ديال الغرناطي كنلقاو البيانيست ولد استاذ ديال الموسيقى معروف هنا في وجده استاذ من الاساتذه الكبار وتا هو فات في الغرناطي عندنا حتى الباسيست حتى الترومبيتيست حتى البيركسيونيست الوغ سي ليدي هي اننا نخرجوا من ديك النمطيه ديال الموسيقى الغرناطيه والموسيقى الماروكو اندلس باش نحاولوا اننا نطوروا هاد لار ونعاود نحاولوا اننا نفيزيونيوه مع الراي مع الرقاده مع لي ميوزيك اللي كنا مانسبيرين بهم بزاف الروك الريغي الراغا البوب سي سا و الجروب كانت ايدي بيرسونيل من موراها ولات ايدي ديال الحومه ودابا راها سي ان بروجي ديال المدينه داكو كيفاش تصاب كاين بزاف لي جروب كاين بزاف ديال التجارب فهاد النوع شنو لافونتاج اللي تعتبروا عندكم في الجروب ما نقدرش نقول افونتاج مي نقدر نقول دي زانغريديون دو ديفيرون على لي زانغريديون اللي كاينين شنو هو لو فيت اننا جينا حنايا في وجده في المنطقه الشرقيه جينا بعاد على لو سونتر اللي اصلا فيه بزاف ديال لي جروب اللي متشابهين في اللعب ديالهم متشابهين في لي زانفلونس ديالهم ومتشابهين حتى في لا فيزيون اللي كيخدموها بحال الا هودنا الكازا ولا الاكادير ولا مراكش غادي نلقاو بلي الناس مأثرين بزاف بلا فيزيون اونتر لي ميوزيك مونديال اي تاغناويت ولا نقدروا نلقاو شعبي مثلا نقدروا نلقاو مهم روكو عنده علاقه بدي ميوزيك لوكو اللي كاينين بزاف في الغرب المغربي حنا هنا في الشرق جينا بعاد بزاف بعد حتى ثقافيين على لو سونتر حيت اننا مأثرين حنايا بالغرناطي اللي ما كتلقاهش في الرباط ما كتلقاهش تلقاه قليل مأثرين بالراي مأثرين بالرقاده ومأثرين حتى بشويه الميوزيك ما نقدرش نقول الجيريان مي موروكو الجيريان ولا الجيرو ماروكان بحكم الجغرافيا والتضاريس سكي في اننا كنكونوا شويه مختلفين على لي زوتر جروب ومختلفين بزاف على لي زوتر جروب اللي كاينين دابا كي اميرج في المغرب شنو الموبجيكتيف اللي تيحبسكم باش على الاستمرار شوف باش نكونوا واضحين الموبجيكتيف ديال اي جروب ميوزيكال هو انه يوصل لار ديالو لابعد منطقه يقدر يوصل لها وكاين بزاف ديال لي زوبجيكتيف كاين لوبجيكتيف انديفيديوال تاع شاك مونبر ديال الجروب وكاين لوبجيكتيف اللي كيجمع هاد لي انديفيديو ولا لوبجيكتيف ديال الجروب لوبجيكتيف ديال الجروب الحاجه الاولى هو انه يكري سون ستيل لوي اللي يقدر يديفيرونسيه على لي زوتر جروب ولا يقدر يكري ان كولوار دار جديد في لا ميوزيك ماروكان هذا لوبجيكتيف ايديا اللي كنهضروا عليه وثاني التعريف بالثقافه الثقافه ديال لا فيوزيون اورينتال ديال المغرب الابعد حد ممكن فوالا هذا هو لوبجيكتيف وكيبقاو لي زوبجيكتيف انديفيديوال كل واحد وشنو راه باغي من الموسيقى كاين دي بروجي جداد على فينيل فهاد الساعه في هاد الساعة الجروب عريب باند الاستراتيجي ديالو ماشي فير لا كرياسيون مي الاستراتيجي فير لي تورني وقلبنا شوية البارابول اون فير لافريك حيت ديجا لعبنا في النيجر في فيستيفال ساحلي بوب ودابا كنا بوستولينا الكولاتي في الكامرون
où, alhamdoulilah, on a été pris entre 126 groupes mondiaux. قلبنا فير 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 العمق الافريقي بغينا نلعبوا بزاف في الافريك بغينا نجيبوا دوتغ كولتور افريكان اللي نقدروا ندمجوهم مع سكو نو زافون وهي هذه لي بروجي دافونير كاين بروجي ديال البوم مي جو بونس با بلي غادي نقدروا نخرجوا في 2017 مي غادي نخرجوا في 2018 كاينين واحد لي دو سينجل اللي رحنا خدامين فيهم واحد سميتو عيشه لا كونتيسا ولا عيشه قنديشه و لوتر سي زوقنا في حماك اللي كان ديجا كنلعبوه في لي سواري ديالنا وفي لي ليف ديالنا لو مول اللي نقدر نقوله هو لا كيسيون اللي غادي يبوزيها اي واحد غادي يسمع الجروب هو علاش سميت الجروب عريب باند وعلاش اختارينا هاد لو مو بيجوراتيف بور ديزيني ان جروب كان خصنا نكونوا واعيين باللي حنا في المغرب عندنا واحد المشكل اللي واحد لو طابو اللي ما كنخربوش فيه بزاف هو كون انه عندنا واحد النوع ديال العصبيه قبليه كلها وكيقول انا منين وانا احسن من الاخر وانا احسن من الاخر ولو مو اللي نقدروا اننا نجمعوا فيه كاع حتى العصب القبلي هي تقول هذاك انت يا غير عريبان انت يا ما كذا سي صح حنا بغينا نكونوا حنا اللي عريبان دمي à condition انه هاد لا ديسكريميناسيون سوسيال ما تبقاش وحنايا الاختلاف ديالنا في المغرب هو اللي في notre force دابا مونديال و notre diversité هي اللي كتخلينا اننا نكونوا مغاربة بغيتو تتبعونا ولا تتبعوا ولا تعرفوا جديد ديال العريب باند خصكم تشوفونا في لا question.ma في لاشين يوتيوب وفي لي سيت ويب ديالهم